اول ماتش لبست فيه التيشيرت الحمراء ونزلت فيه عشان تمثل النادي الاهلي بص يعني فخر اكيد يعني كنت انا صغير وكنت وكنت سعيد ان اهلي بيبص عليا اكتر م. ناس يعني انا كنت سعيد وكنت دايما في الملعب ابص على والدي لو عملت حاجه ولا بتاع ابص على والدي كمان احد المدربين قال لي لا الموضوع ده مش إلسى. صح اه يعني ولا تبص لي ولا تبص لحد بره خليك ركز. مركز في الملعب آه. ففي حاجات ودايما اللي بيتعلم في وقت صغير الحاجات دي بتثبت في دماغه ففي حاجات خدتها حتى من قطاع الناشئين او الفتره اللي انا كنت صغير فيها اتحفرت في دماغي عمليه الالتزام عمليه انك مركز في الملعب بلاش تبص لحد بره كان عندي انا مشكله في الحته ديت كنت دايما ابص لبره لو حصل حاجه ابص للمدرب او ابص للعيبه تفهم على طول اه فالموضوع ب... اختلف بالنسبه لي كتير يعني. انت اول ما لعبت في الفريق الاول لعبت آه ستوبر ولا ولا ليبرو ولا لعبت ايه؟ لا كنت بلعب سيرد باك, باك ولعبت ليبرو يعني الاثنين يعني لتنين. انا افتكر اول مباراه لي اعتقد كانت وكابتن انور سامح حافظك بقى اه اه بالظبط لاني آه. يعني كنت بلعب مع كابتن انور آه. السنتين اللي فاتوا كان ساعات لأ بنلعب بليبرو او ساعات كنت بلعب سيرد باك فبس معظم الوقت كنت ليبرو يعني ما كنتش في مركز السيرد باك بشكل كبير الا الاحتياجات يعني لو حصل في مباراه حاجه ممكن اشتغل سيرد طيب وانت في الفريق الاول امتى حسيت اول ماتش لعبته كان ماتش ايه على ما اتذكر كان مباراه الاتحاد السكندري في استاد القاهره اتذكر وكسبنا تقريبا 3-0 وكانت دي كانت بدايتي وكان اول هدف ليا كمان مع الفريق كان مع فريق النادي الاولمبي وانا كنت فاكر الماتش ما كانش مذاع تلفزيونيا فكان الاستاد مليان ده كان في الدوري كان في الدوري أوه. فدي كانت البدايه وكانت الحمد لله بدايه موفقه جدا ودايما البدايات الحمد لله يعني ربنا بيوفقني في البدايات لانها بتفرق جدا يعني الجماهير بتبدا عندك بتاخد ثقه وانت كمان لما بتروح مثلا راجع بقى عابدين والناس انا لعبت مع النادي الاهلي يعني احتفالات مختلفه خالص حكي. عندنا في الحته يعني ومين اللي كان بيلعب جنبك على ما اتذكر كان ابراهيم حسن وكان كابتن ربيع ياسين كابتن سيرديباك تاني اعتقد كابتن محمود صالح يعني مش فاكر بالظبط التشكيله كابتن علاء مايوب كان موجود كابتن كيبر كان شوبير كابتن شوبير كان حارس مرمى لعبت كمان مع كابتن ثابت البطل فترات طويله كمان في النادي الاهلي ومنتخب مصر يعني عاصرت الكابتن شوبير وكابتن ثابت وكابتن علاء وكابتن مجدي وكابتن اسامه عرابي حسام حسن كان يعني في كمان مجموعه احنا بطلنا قبلها بسنه يا دوبك بسنه بالظبط آه, آه. بالظبط يعني انا كنت فاكر ان انا بقف اتفرج على التمرين بتاع حضراتكم وانتم بتتمرنوا وكنت يعني فخور جدا ان انا يعني موجود في النادي الاهلي لان كان في ما اعرفش ده موجود لغايه دلوقتي ولا لا كان حلو قوي ان احنا الناشئين بيتفرجوا على الفريق الاول وهم بيلعبوا كان الجماهير موجوده و... وال... والعلاقه ما بين اللعيبه الكبيره وهي خارجه وبتسلم على الاولاد الصغيرين وبتاخدهم وبعض الناس تلعب معاهم بعد التمرين يلعبوا معاهم كوره شويه انت فاكر لما كان عندكم انتو ماتشات الصبحيه الساعه 10 الصبحيه أيوة أيوة. كان كانوا بيجيبونا نتفرج عليكم ايوه عشان مستر بي... هيدوكوتي كان يجي يقول لك ايه تعالى افرجكم على الناشئين طلعة جديده ودول اللي هيبقوا مستقبل النادي الاهلي يعني اتفرجنا على طاهر ابو زيد واتفرجنا على على نجوم كتيرة جدا كانت موجوده ودي كانت بتدي طبع للولد الصغير ان <applause> عاوز يطلع كل عنده عشان يبقى في يوم من الايام زي فلان بالظبط تخيل ان احنا بنلعب مثلا وحضرتك بتتفرج او كابتن محمود الخضير بيتفرج او 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 من النجوم الكبار اكيد بتدي حافز كبير جدا للعيبة وبتدي له كمان طموح وامال انه في يوم من الايام يوصل يمثل النادي الاهلي على مستوى الفريق الاول يعني ده كان مهم جدا